على طول ضربة حرة الفريق داخلية في نص ملعب النادي الأهلي، وكرة عرضية في منطقة الخطورة، إنما موجود والله عمر وائل باقتدار، عمر بيطلع كرته كرة أمامية في نص ملعب النادي الأهلي، إنما موجود بقوة محمد حسين فرج، المرتدة في منطقة الخطورة لفرقة النادي الأهلي، محمود سامي السالم في منطقة الخطورة، بيضغط عمر رجب، بيضغط عمر رجب، إنما واقف على كرته على طول محمود سامي، بيلعبها تاخد في منطقة الخطورة لمحمود سامي، هوبا حلوة حلوة حلوة، انما التألق لمين؟ التألق لمين؟ والله عمر وائل حاجة تفرح وحاجة جميلة، بقول لحضراتكم من الحراسة المميزة، وانا سامع فادي فريد، انما بتمشي تاني لألف، خلاص حافظوا بعض، بقول لحضراتكم لاعيبة النادي الأهلي بقالوا فترة طويلة طبعا موجودين. سلام الله، انك تمشي تاني في منطقة خطورة الفريق الأهلي موجود والله، انت باقتدار الله عمر اسم النادي الأهلي ويأدد مين يعمل هات وخد مع محمود سامي، بيلعبها كويس قوي لفرقه الداخليه اللي بيحاول عدى الداخليه، واختار عبد الفتاح عايز يعدي وبيلعب كره عرضيه، انما موجود على طول وحكم اللقاء، انا شايف الكابتن هشام عباس مد ضرب جزاء لفرقه الداخليه العرضيه على طول، انما بياخد ضرب جزاء فرقه الداخليه، انا شايف والله اميز لاعب الداخليه وانشط لاعب الداخليه فعلا محمود سامي رقم 10 على التفي، زي ما عملها والله سبحان الله ايضا رقم 10 بالهدف الاول لفرقه النادي الاهلي رمضان صبحي، ايضا وانا شايف محمود سامي رقم 10 على التنفيذ، حوار بين عمرو سعداوي اللي جت في ايده الكره اللي فاتت وبيعمل حوار كده مع حكم لقاء كابتن هشام عباس، انا شايف والله حوار بين محمود سامي فيرويدز الداخليه وعمر محمود سامي، حلوه 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 والله، زي ما قلنا رمضان رجب في ضربه جزاء ايضا محمود سامي، لكن كان معاها والله عمر وائل حارس مرمى النادي الاهلي النهارده، بنيان قوي بقول لحضراتكم عمر والله على طول، النادي الاهلي بتمشي لانشط لعيب الداخليه فعلا، بقول لحضراتكم محمود سامي رقم 10 انما اعلى عرضه عمر وائل، لم يختبر بقول لحضراتكم حد الدقيقه 23، الكوره الوحيده بقول لحضراتكم لعمر وحطها وطلعها باقتدار، انما حكم اللقاء كابتن على طول اقرب من مع التنفيذ رقم 13 اكرم، واكرم بيلعب كره عرضيه كده في منطقه الخطوره، انما بثبات والله عمر وائل حارس مرمى النادي الاهلي بثبات بيمسك كرة بيضغط على طول الداخليه، بتمشي تاني للداخليه في نص ملعب النادي الاهلي الاماميه في منطقه الخطوره، لكن موجود عمر وائل باقتدار كده حارس مرمى النادي الاهلي، بنيان قوي بقول لحضراتكم لعمر كحد تحت خالص لمحمد حسين فرج، ومحمد حسين فرج بيلعبها الفرماوي، الفرماوي على طول بيلعبها لعمر وائل حارس مرمى النادي الاهلي لتألق جميل، والله عمر وائل في احسن واحده كده في الشوط الاولاني عمل عليها تراجع جميل لكره محمود الداخلي، محمد حسين فرج بيلعبها لعمر تحت ضغط في منطقه الخطوره، انما بيحل الموقف والله عمر وائل، اختبر النهارده في اكتر من كره النهارده على طول محمود سامي بيلعب كره عرضيه حلوه حلوه حلوه، انما التألق كالعاده كده لعمر وائل، بقول لحضراتكم حارس مرمى بتمشي ناحيه عمرو سعداوي، انما بيضغط الداخليه وقف على كورته بيلعب كره عرضيه في منطقه الخطوره، مش ممكن مش ممكن، وبدون رقابه مين؟ محمود سامي بقول لحضراتكم انشط لاعبي الداخليه وجوه منطقه مرمى الحارس عمر وائل، انما باقتدار ادي النادي الداخليه محمود سامي، انما بتمشي تاني فرماوي صمام الامان بقول لحضراتكم لفرقه النادي الاهلي فرماوي،